يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا أحبة فائزين آمين يا رب العالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ومجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعلني في السنة هذا مجلس علم وحلم، واجعله ربي من المجالس في الملائكة وتشهر حمات وتذكر في من عندك، آمين يا رب العالمين. يا رب لا تجعلنا نقوم مجلسنا هذا إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم على حسنات، وما ذلك عليه بعزيز وما ذلك عليه بعزيز وما ذلك عليه بعزيز. اللهم يا رب اجعلنا متحابين فيك، متناصحين فيك، متزاورين فيك. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محرما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. ربي اعوذ بك ان اضل او اضل او اظلم او يظلم علي او اجهل او يجهل علي او اقول ما ليس لي به علم او اقول ما ليس لي به علم او اقول ما ليس به علم. احباب كرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه المأدوبة الربانية، ولا شك في ذلك أنها مأدوبة ربانية، بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والتحاب في الله والتناصح في الله. وإنها لبحبوحة من بحبوحة الجنة، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وهناك ملائكة سيارة تبحث عن مجالس الذكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحسن نياتنا وأن نجدد نياتنا وأن نعددها وأن نجعلها خالصة للوجه الكريم، وأن لا نجعل فيها حظا لا للنفس ولا للشيطان ولا للهوى. أحباب كرام، ندخل للصيدلية المحمدية ونختار منها أحد الصحابة الكرام الذي عاش ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العز والجاه والمال والسلطان. المرحلة الثانية مرحلة الرك والعبيد. المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تسمى بالولادة الروحية التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سلمان الفارسي. سنقف عند هذا الصحابي الجليل الذي أبلى البلاء الحسن منذ صغره. أحباب الكرام، كما قلت لكم الحياة ديالو قسمها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله تعالى سلمان الفارسي الطفل الصغير المدلل. سلمان الفارسي كان طفلا صغيرا مدللا بين أسرته، كان أبوه دهقانيا. دهقانيا معناه من أكابر القوم، من أصحاب الجاه والمال. ونظرا لما رآه أبوه من فطانة وحكمة وذكاء في صغره حبسه في المنزل مخافة أن يخرج إلى القسيسين من النصارى ليتعرف عن دين النصارى. حبسه في المنزل وأعطاه مكانة عالية في البيت، ألا وهي إيقاظ النار. كانوا يعبدون النار، كانوا كلوا على إيقاظ النار، أنه يكون هو خزين النار ديال، هو اللي باش يتشبع بهذيك العبادة نتاع النار، وإلا خرج برا يكون محمي من النصرانية التي كانت سائدة في ذلك الزمن. ولكن جاءت الفرصة الثمينة لسلمان الفارسي وهو طفل صغير. في إحدى الأيام كان أبوه يقوم ببناء مزرعة كبيرة، هناك الأب ديالو من أكابر القوم. ففي واحد النهار الأب ديالو كان مشغول وخلى الوصاية لسلمان الفارسي باش يتعهد المزرعة
ويراقب المزرعة. ولكن سيدنا سلمان الفارسي بمجرد خروجه من البيت وجد ضالته، ضالة اللي كان كينشدها، لأن كان نور في قلبه لا يمكن أن يكبسه أحد. خرج فوجد هناك نصارى يتعبدون، فجلس معهم طيلة النهار، نساهم من المزرعة. علاش؟ وجد الملاذ الروحي، لأن النصرانية الحقة كان عندها عبادة حقة. خلينا من اللي تحرفت على أي نجلس معهم، نرجع حتى من خرج باهم الصباح من رسلو وصاه قال له عندك تمشي منه ولا من، ولا تخلينا حالا يعني كما يقول. فمن رجع في العشية با على أي نقلب عليه منه من ملقاش، قلب في المزرعة ملقاش، قال له فين كنت؟ قال له مشيت واحد الناس كيعبدوا الله. قال له وعبادتنا النار. قال له عبادته، شوف سبحان الله من الله سبحانه وتعالى يبغي يخرج الحق. قال له ما كان شي واحد عندنا كتكون حنا ديك الأنانية والأنا المغلظة ديالنا إلى غير ذلك، فما كنقدروش واخا شي حاجة كتكون عندي غلطة ما كنقدرش نبوح بها، ولا نقول هذاك أحسن مني، ولا نقول هذاك فضل مني نتعلم منه. كنبقى دائما وهذه هي المقصد معمرنا نتعلم. فقال له أنا راني مشيت لواحد الناس كيعبدوا الله سبحانه وتعالى، عندهم اتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى، وحنا قالوا كنعبدوا غير النار. قال له عبادتنا أحسن من عبادتهم. فالولد ديالو قال له لا، العبادة ديالهم أفضل من عبادتنا. الأب ديالو من شاف عنده هذا التحول الشدال ماشي غير حبسوه في الدار، قال له الوثاق كتفو باش ما يمنعش. سيدنا سلمان الفارسي ما بقاش ناعس، واخا تكتف في الدار ما بقاش ناعس، كيبقى كياخذ مبادرات. ارسل واحد الكتاب لدوك النصارى قال لهم الا كان عندكم شي سفر كما نقولوا ساعدوني باش نسافر باش نوصل للقسيسين ديالكم، باغي نعرف الدين ديالكم. على اي جات واحد القافله مره اتصلوا به النصارى اللي كان اتصل بهم في الاول، كيقول لك فحل وثاقه دار جميع المسائل باش فلت من الاب ديالو والتحق بهذيك القافله. مشى من مشى من فارس الى سوريا، فهناك وجد قسيسا، ولكن الفطنه ديالو ما خلاتوش مع ذاك القس بزاف، لقى داك الشيء اللي كيقولوا القس ماشي مطابق للواقع نتاع اللي كيعيشوا. انه كيقول للناس يجمعوا الصدقات باش يفرق على المساكين وهو كيخليها عنده. فمنين مات قبل ما يموت قال له ودي دلني على شيخ او قسيس مربي بغي يتربى، كيبحث كيشوف شي حاجه خاصه. فحضرت الوفاة ذاك القس، في اللحظه اللي توفى جابوا شي واحد في بلاصتو قيس آخر، وهنا عطاهم سيدنا سلمان عطاهم أسرار القس الأول، منين وجد الفرق بين القس الثاني وقيس الجوج. علاش بعض المرات كنكونو متقمصين واحد الشخصيات وهي ماشي ديالنا؟ إلا كنت مقمص شي شخصية على الأقل إلا مكنتش 100% كون 80 70، ماشي تكون أنت مقمص واحد الشخصية هاك وانتهى، أنت في اتجاه معاكس. فجلس معاه من بعد عطاهم الخبايا تاع القس الأول، الموضي ها واش كاين ها واش كاين وخير ذلك. قالوا داك الشيء كاع اللي كنتو كتجمعوه راه دايروا في واحد القلال المجوهرات والذهب الى غير ذلك، ووراهم المكان ديالو. مشاو جبدوهم لقاو داك الشيء حقيقه، جبدوا داك القس من القبر ديالو ورشموه. فمن بعد بقى كيعيش مع هذا القس، مني شاف الاجل ديالو قرب قال له يا بني انا الاجل ديالي قرب ما العمل؟ قال له دلني على قس اخر. قال له في هذا العالم بقاو جوج، واحد في الشام وواحد في تركيا.
عمورية، فرسول عمورية شوف شحال كيتنقل، شوف المسافات، ما عندوش طيارة ولا الطوبيس ولا الكار ولا لوطو ولا الديسكليتو، كيتنقل. فوصل عمورية ولقى شيخ آخر، شيخ قسيس آخر، بقى كيتربى عليه. في اللحظة اللي هذاك القس كبر وسيدنا سلمان كان عاد صغير، فقال له ودي، قال له خصك تدلني وترشدني على شي واحد اخر مادام انت الاجل ديالك حضر. قال له ما بقاش واحد في النصرانيه اللي على الدين الخالص تاع النصرانيه، ولكن جئت في زمن سيظهر فيه نبي، انصحك بالهجره الى بلد ذي نخل، واعطيك علامه هذا النبي الثلاث. هذه الاولى، الاولى انه لا ياكل من الصدقه، الثانيه ياكل الهديه فقط، الثالثه عنده خاتم النبوه بين كتفيه. فسيدنا سلمان الفارسي كنجمع في القصه ديالو، كيجمع شي شويهات وشي بقيرات، كون شويه واحد المصروف، وبقى كيستنى القوافل اللي غادي تمشي الجزيره العربيه الى البلد اللي فيها نخل. فوصل، جات القافله، واحد القبيله بني كلب الاسم ديالهم اسم على مسمى، فعطاهم دوك الشويهات ودوك البقر الى غير ذلك على اساس انهم يوصلونه الى المدينه. فخداو داك الشيء وداو معاه، بصح قبل ما يوصلوا من المدينه باعوا على اساس انه عبد. هي الحالة التالية، تقيل من حياة البذخ والمال مع الأب ديالو إلى كذلك، المتاعب اللي خداها باش كيبحث على داك الشيء اللي خصو. في اللحظة اللي وصل قبل ما يوصل للمدينة باعوا على أساس أنه عبد، فبيع اليهودي، هو كيعاني. منين وصل تباع داك اليهودي، داك اليهودي الآخر باعوا لواحد آخر، فهذاك بقى على أي سيدنا سلمان كان قوي، وكان يشتغل في الفلاحة وتأبير النخل، فبقى كي يعمل بجد واجتهاد، كانش داك الشيء تاع الغش ولا غير ذلك. فواحد النهار هو فوق النخلة، هو كيجي واحد اليهودي يهلوي كيجري، اليهودي صاحب المزرعة، وكيولول كيقول له لقد ظهر، لقد جاء هذا النبي الذي يقولون، وهو في قباء. فسيدنا سلمان كيقول لك بكثره الحب ديالو انه بقى كيجي فوق النخله، وهو كيجي وكيسول ذاك اليهودي اين هو اين هو اين هو، هذا بلا شعور ديالو، واين غادي يفتتح الامر ديالو. فكيقول لك السيد ديالو لطمه، لطمه واحد لطمه حتى طاح في الارض. من بعد صافي تنسخ المعلومه هنا في الراف قباء، كمل النهار ديالو في المزرعه، في الليل خلى الناس استرحت، جمع شي تميرات ودار على قباء. وصل قباء قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه لغير ذلك، قال لهم بلغني ان كذا وانكم فقراء وان كذا، وجئتكم بواحد شويه تاع التمر وراه غيبه. قال جئتكم، عقلوا معايا الاول، جئتكم بهذا التمر صدقه لك يا محمد ولاصحابك. فالرسول خدا داك التمر ما كلاش منه تمره ووزعوا الصحابه. سيدنا ايوب الانصاري ها وحده لا ياكل الصدقه، هذه الوصي سلمان ها الوصيه الاولى اللي وصل لك القيس، قال له لا ياكل الصدقه، ماشي زادوا سؤال تما ولا انسحب ومشى. النهار الاخر عاود جمع تميرات ومشى لقباء، قالوا له راه مشى للمدينه، هو ود المدينه تبعو. وتخيل في الليل والظلام وصل عنده، جاه حط له التمر بين يديه، قال له اما هذه فهديه، فاكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له هذه الثانيه اللي قال لي القس اللي سولني عليه، ورجع عند صاحبه اليهودي الذي هو عبد عنده. فدازت واحد الايام والرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الجنازة، ومشى سيدنا سلمان مشى لديك الجنازة. ففي اللحظة اللي وصل ديك الجنازة بقى كيدور، والرسول صلى الله عليه وسلم هو يمشي ويجي.
الرسول صلى الله عليه وسلم في الطمة قال له أتريد أن تراها؟ ما خلاش عاد يقول له واه ولا وكشف الرداء فظهرت له خاتم النبوة هناك آمن به. ثلاثة الحوايج وصل لهم. فمن بعد بقى مسلم وخافي الإسلام دياله وكان يخدم لنا باقي عند اليهودي. فجات واحد النهارات والرسول صلى الله عليه وسلم قال له كاتبا. قال له كيف أكاتب يا رسول الله؟ مكاتبة هي كتتبع واحد العقد وكتشري راسك منه. ها واش تازنت أو تازنت معك وغادي يشري راسي منك. فقال له سيدنا سلمان يا رسول الله ما عنديش والو، ما عندي والو باش غادي نكاتب هذا السيد، لان هما كان عندهم قديم العهود والمواثيق راه مقدسه وما فيهاش نقاش. فكاتبوا اليهودي واش هذا كما نقولوا طلع السقف نتاع الشروط، من بينها يغسلوا 300 فسيله 300 نخله وما خصها توت منها حتى واحد، مشكلة كبيرة. 300 فسيلة 300 نخلة ويتعهدها، ماشي معنى غير غرسها له ويقول له راح الله يهنيك الدين، لا يتعهدها حتى تكبر حتى تولد، وإلا ما تمنها شي وحدة غير وحدة خصها في الرهان، معناه أنها شروط تعجيزية. ثانية باقي شرط واحد آخر 40 وقية من الذهب، اسمه هي 40 وقية من الذهب. فجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الشرط تعجيزي 300 نخلة فسيلة نخلة صغيرة تغرسها وتعهدها حتى تكبر وحتى تولد. قال له مشكلة ما يمكنش ما غاديش تموت وحدة، ما يمكنش ما 300 وحدة و40 وقية ذهب. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شوف اليقين، قال له كاتبه يا رسول الله كيف أكاتبه؟ لأن كان العهد قلت لك عهد. قال له قلت لك كاتبه، فكتبه سيدنا سلمان. حين أمني كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف صافي المسألة ما هل بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صافي خرجت من يده ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو ملة. كاش دير دير فكتبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قعدش، جمع الصحابة طرح عليهم القضية قال لهم أخوكم أهم كيحتاج. فنادوا الصحابة في المدينة، شي كيجيب 10 فسيلات شي يجيب 15 وصل 300. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم غادي تحفر الحفرات وتحط كل وحده فيها وما دير والو حتى نمشي. ها وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حط يده تما، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيتميز الصحابه. فواحد الروايه انهم حكمة طوس وواحد الروايه انه كان خارج مع الصحابه وبغاو يشوفوا شي شاله غير ذلك، حتى هو خدا شي ذبح شي سلق شي ذبح حتى هو خدا المهمه ديالو. هي اللي كانت صعيبه هي جمع الحطب لان كان فري ديك الساعه، فمعناه ما كانش كي كان حتى هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابه على ان يجمعوا النخلات 300 نخله. في اللحظه اللي كمل الحفاري سيدنا سلمان الفارسي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كي يدوز يدو على الجدر تاع النخله من تحت يقول له غرس. فكيقول لك هذه 300 نخله حتى وحده كل شيء حيا كل شيء طلع كل شيء في اللحظه اللي ولد. جاء واحد الصحابي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد قطعه من ذهب، هي من بانت في الواقع انها ما تكفيش. فجاها الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان قال له هل القطعة تاع الذهب ديها اليهودي باش تفك منه الريق ديالك. قال له يا رسول الله هذه القطعة ما دير والو. قال له قلت خذها روح لعندو. قال له مشى بقاو كيعبروها حتى وصلت 40 وقية وشاطت. فحينئذ خدا سيدنا سلمان الفارسي العتق ديالو ورجع من الأحرار. تالية قلنا الملاذ الروحي ديالو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البعد اللي بقى في القيادات الكبرى والعظمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. وخير ذلك بها أختم غزوة الخندق التي
كان له الحد الأوفر فيها. علاش؟ لأنه وعطهم الخطة اللي ما كانش كان كيدور كاع العرب، وهي حفروا الخندق حول المدينة. أقول ما استعان وأستغفر الله لي ولكم، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.